لا لا، أنا أول شيء الاستقالة طبعا قبل ما أنزل البطولة، يمكن حتى ويا الأخ حسن صحيح. أنا أتكلم قلت له أنا بعد البطولة نسبة كبيرة ما راح أبقى مع المنتخب الأولمبي، وذلك لعدة أسباب. أول، أنا صار لي سنتين حققت كل خلينا نقول العلامة الكاملة، أنت أخذت بطولة غرب آسيا، تأهلت على المجموعة الأولى، أخذت الثالث على آسيا وبطاقة، بعدين أنت وصلت إلى الأولمبياد. أنا أعتقد رغم أنه عندي سنة واقدر اقعد واخذ راتب كلها، يعني اكو مدربين تسوي بعدين، بس انا حتى اعطي فرصه للاخرين يجوا يشتغلون بعدني. انا وجهه نظري هي المحيطه هي غير مو فقط انا باو على العمليه، لان الاهتمام بالمنتخب الاولمبي او منتخب اسيا او الفئات العمريه احنا اهتمامنا يكون بثاني، والناس طالب المدرب بتحقيق نتائج. فلهذا السبب اقول انا حققت، بعد اقدر احقق شيء؟ ماكو شيء بعد حتى تحقق حتى توصل اولمبياد اخرى، فعليك انه تتنحى وتعطي فرصه الى غيرك. طبعا هذا بعد العوده والاجتماع مع الاخوه بالاتحاد وبعد هذه كل حاجه.